that she written your simple بس interesting. حكيت خبرتكم عن كيكة الليمون بلوبيري اللي هي نوت افيلبل كانت حاليا لانه كنت حابه اعمل لكم اياها. هلا كيكة الليمون بلوبيري اساسا الكيكة مخبوزة معها بلوبيريز اوكي وبرضه فيها طعمة الليمون مش كثير قوية بس زاكية. هلا اكيد في اشياء بجوز في تبس ناس بحبوا يعرفوها. اهم شيء عشان تعمل كيكه يكون الليفل تبعها مرتب زي ما نحن شايفين هون مش الحشوه مثلا الطبقه هاي طالعه عن الطبقه هاي بعد ما ينخبز الكيك ويتبرد مش وهو سخن بنقص الوجه عشان نعمله ليفل واحد. انا طبعا لانه احنا مش عم نشتغل بالكيتشن جهزت هاي الامور قبل لصعوبه انه نشتغل هون بنقص الطبقه اللي فوق اللي تحت وبنقص الطبقه اللي فوق اوكي. وبالنسبه للحشوه هلا فرجيكم احنا مجهزين هون الحشوات عندنا كريم شيز اوكي بسم الله بين هلا لازم هذا ناخذ كلوز اب لها لانه واضح يس عفوا بنبدا دائما بالاطراف عشان احنا نعرف نسكر على الاله. هلا هذا الطرف الداخلي ما بنحشيها كامل كامل ليه؟ لأنه يعني بالآخر لما تحط الطبقة هاي على هاي بالضبط فما بدنا يخبص السؤال رح يخليها تتوزع. هلا طبعا نحن بنحط البلوبيريز قد المنظر بشاحي بالضبط واحنا صراحة very generous الحمد لله بالفيلينغ especially الفروتس هاي واكيد زي ما قلنا اللي بيميزها انه كل شيء فريش يس yes. هلا بالنسبه للبلوبيريز والرازبيريز والماكسبيريز نحن بنشتغل نستخدم الفروزن اوكي فروزن بس فيري هاي كواليتي لانه بتعرف مش احنا بالاردن اصلا هو يستورد من برا وكوستو جدا يعني اصلا عالي بس برضه اذا في ناس بيحبوا تشتغل بالفريش احنا يعني بنقدر نشتغله باي اوردر. هلا انا هاي الطبقه زي ما قلنا قايلينها معلش يعني هون لما كنا نحكي هوم ميد هلا مبين ايش يعني طيب تمام اذا في اخطاء بسيطه هلا اكيد نحن يعني عم تعمليها لايف بالضبط لا هو احنا بس بنظبطها عشان هاي هلا احنا بنرسم احنا وحده من الاشياء اللي بتعتبر سيجنتشر عندنا اللي هي الرسمه اللي عم نرسمها فوق اللي هي ورده زي كانها بس معظم الكيكات المغطيين هلا انا بفرجيكم اذا بتحب شو ثاني طب هلا للستات اللي عم تعمل الكريمه بالبيت ايش بتنصحيهم ايش الثيكنس المناسب يعني قد ايش السماكه لازم تكون عشان يزبط التزيين بنفس الوقت ما هلا فيها. شوفي حنين بالنسبه لموضوع الكيك والحلويات في عنا اهم شيء تفولو اللي هو الريسيبي اللي انت بتعتمديها بغض النظر شو كان. هلا احنا حاليا عم نشتغل بالكريم تشيز الكريم تشيز معروف هو كريم تشيز اوكي زبده وسكر ناعم هلا شايفين احنا كيف التكستشر مش لوزي مش طري ولا جامد ما اقدر اشتغل فيه فهو احنا في ريسيبي طبعا عيار معين شغالين عليه بس الاهم شيء بالكيكات هدول عشان نرسم الورده مزبوط ما تكون كثير مرقه او ما تكون مرقه عشان تمسك بالضبط عشان تضل الرسمه موجوده. هلا قلت لنا بشكل عام اللي بده يعمل كمان نصيحه ثانيه يعني اللي بده يعمل حلويات بالحلويات بالذات بالكيك لازم تفولو ذا ريسيبي طبعا مش زي الطبيعي زدنا شويه انا مش مشكله احط شويه هون واللحمه ازيدها لا بالكيك ما بزبط بدك تعمل فولو للريسيبيز وهلا يعني صار عالم الانترنت والكتب افري وير يعني موجود وافيلبل كيف في ناس بتحب انا مثلا شخصيا بحس انه لا بشتريها جاهزه من حدا مضمون بالضبط ارتاح يعني بدل ما انه اعملها واغامر وتخرب معي في ناس ما بحبوا انا بالنسبه لي كثير بحب بستغربي برجع من المحل على البيت بعمل كيك خلص بحب الكيك هذا العادي الناشف بروح بعمل هاي الاشياء اللي ما بقدر اعملها هون اوكي بعمل
هلا this looks so yummy. واو هلا هاي الكيكة بالذات لاست ويك نحن جبناها لزميلنا كان عيد ميلاده عمر والله يس هابي بيرثدي عمر مرة ثانية كثير حبينا الكيكة كل الشركة يعني تحبها صحة وهنا هي كثير يعني هي من الكيكات اللي مش ثقيلة ولا سبونجي هلا المميز فيها لإلي قبل لما أكلتها إنه خفيفة بس بنفس الوقت تيستي كتير تيستي طبعاً يعني هيك ريتش بالفليفر بس مش بطريقة بالتاية طعمة البلوبيريز مخبوزة مع الليمون كتير وهي هيك وفعلاً قصدي جينيرس يعني هيك هي بتتقدم دايماً يعني دايماً بتشوفيها بهذا المنظر خلصنا تقريباً يعطيك العافية الله يعافيك يا رب يا مرة تانية أنا بدي أذكر كل اللي عم بتابعونا إنه إذا حبيت الكيكات وأكيد يعني أكيد معظمكم جربها قبل وللي ما جربها فيكم كمان تطلبوها على أولاها التوصيل مجاني عنا